نجاح جديد للطباعة ثلاثية الأبعاد وباب جديد نحو عالم الروبوتات اللينة. في عالم مليء بالانفجارات سيخال البعض أن كلمة متفجر كلمة مبالغ بها لوصف طبيعة الوثب الديناميكية للروبوت، إلا أن تلك الصفة لا تشير إلى حركة القفز فحسب، وإنما تصف انفجاراً فعلياً ينتج عن اشتعال غازي البوتان والأكسجين، وناتج الاشتعال هذا بدوره يولد قوة حركية تنقل الروبوت من نقطة إلى أخرى. وعادة ما تتكون الروبوتات من مكونات صلبة لتعزيز مفهوم الدقة العالية وزيادة القدرة على التحكم، وفي كثير من الأحيان كان تصنيع الروبوتات يعتمد على المعادن الصلبة مثل الألمنيوم والحديد، إلا أن تلك الروبوتات تتطلب آلات ومعدات كبيرة وعمليات تجميع معقدة. في المقابل وباستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، طور مهندسو جامعة هارفارد أولى الروبوتات اللينة التي تتحرك بشكل مستقل، واستوحوا تصميماتهم من الطبيعة وبالأخص من اللافقاريات مثل رأسيات الأرجل واليرقات، وكذلك الفقاريات بما في ذلك الثعابين والأسماك. لازلتم في شوق لمعرفة معلومات أكثر عن الروبوت المتفجر وطريقة عمله؟ تابعونا في مقالنا التالي. في الطبيعة يستخدم الكثير من الحيوانات تدرجات صلابة مختلفة للارتباط بمواد صلبة وهياكل لينة، مع الحد من نشوء نقاط الارتكاز التي يمكن أن تؤدي إلى انكسار الأسطح الصلبة أو اللينة. ومن أهم أسباب تفوق النظم البيولوجية في كثير من الأحيان على النظم الهندسية هو أنه في الطبيعة التي توظف نظام التصنيع الذاتي لا يسبب التعقيد الهيكلي أي مشاكل جذرية، بينما وفي عالم الروبوتات تصنع أجسام الروبوتات الطرية عادة في قوالب مصممة خصيصا وتتطلب خطوات تجميع متعددة، أي أنها تستهلك وقتا طويلا وكلفة إضافية. تعتبر الروبوتات الصناعية التقليدية ذات بنية صلبة كون معظمها من المعادن، بالإضافة لسرعتها ودقتها وقوتها، حيث تأتي سرعتها ودقتها على حساب تعقيدها، ويمكن في كثير من الأحيان أن تشكل خطراً على البشر الذين يقفون على مقربة منها. الروبوتات اللينة قابلة للتكيف ومرنة، ولكنها بطيئة ومن الصعب تصنيعها، وتواجه تحدياً في مجال ذاتية التحكم، لأن معظم المحركات والمضخات والبطاريات وأجهزة الاستشعار والمتحكمات المصغرة ذات بنية صلبة. ولكن ماذا لو كان بإمكاننا الجمع بين التحكم الذاتي وسرعة الروبوت الصلب مع القدرة على التكيف والمرونة للروبوتات اللينة، والقيام بذلك نسبيا بسرعة وبكلفة زهيدة؟ من هنا بدأ علماء ومهندسو الروبوتات بتصميم روبوتات مستوحاة بيولوجياً من الطبيعة بأجسام لينة أو لينة جزئياً، لديها المواصفات اللازمة لتكون أكثر قوة وقدرة على التكيف وأكثر أماناً للتفاعل البشري من الروبوتات الصلبة التقليدية. غير أن التحديات الرئيسية في تصميم وتصنيع الروبوتات اللينة تشمل عمليات التصنيع المعقدة وربط مكونات لينة وصلبة مع بعضها، ولذلك ارتأى الباحثون استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بمواد متعددة لتصنيع روبوت يعمل بطاقة الاحتراق وبجسم ذو درجات صلابة متفاوتة تتناقص من الداخل إلى الخارج. هذا التدرج والذي يندرج من خلال استخدام 9 طبقات مختلفة من المواد على 3 درجات متفاوتة قاسية مثل البلاستيك أو إسفنجية مثل المطاط، ويعزز أداء الروبوت ويتيح لترابط أكبر بين مكونات وحدة القيادة الصلبة، وحدة التحكم والبطاريات وما إلى ذلك والجسم اللين. بفضل احتراق غاز البوتان والأكسجين سيكون هذا الروبوت قادراً على القفز بدون روابط. وكما هو موضح في عدد 10 من يوليو من مجلة العلوم، فإن التصميم يقدم حلاً جديداً للتحدي الهندسي الذي تواجهه الروبوتات اللينة، ألا وهو دمج المواد الصلبة والطرية مع بعضها. تحويل جسم الروبوت من الصلابة إلى الليونة يحد من الضغط في أماكن توضع المكونات الإلكترونية الصلبة ويزيد مرونة الروبوت،
تصميم الجسم المتجانس الذي تم إنشاؤه باستخدام عدة مواد وبعملية طباعة واحدة مستمرة يزيد من القوة والمتانة، وبالتخلي عن الأجزاء المنزلقة أو المفاصل التقليدية سيكون الروبوت أقل عرضة للاتساخ أو التحطم كغيره من الروبوتات الأكثر تعقيداً، مما يجعل منه مرشحاً جيداً لاستخدامه فوق تضاريس قاسية. ويؤكد كبير معدي الدراسة روبرت جي وود بروفيسور العلوم الهندسية والتطبيقية في كلية جون أي بولسون في جامعة هارفارد وعضو هيئة التدريس الأساسية في معهد ويست للهندسة من وحي العلوم في جامعة هارفارد: الرؤية المستقبلية لمجال الروبوتات اللينة تهدف إلى خلق روبوتات لينة تماماً، وأضاف: لكن ولأسباب عملية فإن بعض الروبوتات اللينة اليوم تحتوي على بعض المكونات الصلبة، أشياء مثل البطاريات وإلكترونيات التحكم. هذا الروبوت هو نموذج عن طريقة دمج مكونات جامدة مع مكونات جسم الروبوت اللينة من خلال التدرج في خصائص المواد والقضاء على التغير المفاجئ في المواد والذي غالبا ما يشكل نقطة انكسار. هذه الروبوتات التي تعمل بطاقة الاحتراق مصنعة من جزئين رئيسيين: جسم لين على هيئة مكبس، الغطاس مكون من 3 أرجل هوائية إضافة إلى الوحدة الأساسية الصلبة والتي تحتوي على المكونات الكهربائية وأجهزة التحكم، ويحميها درع منتصف الليونة تم إنشاؤه باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد. التصميم مبني على أعمال سابقة للكيميائي والمؤلف المشارك في الدراسة جورج وايت سايتس، والذي يعمل كأستاذ جامعي في جامعة هارفارد. لبدء الحركة يقوم الروبوت بنفخ الأرجل الهوائية لإمالة الجسم في الاتجاه الذي يريد أن يصل إليه. يتم بعد ذلك إشعال خليط البوتان والأكسجين فيقفز الروبوت بفعل التفاعل الكيميائي في الهواء. قوة القفز الناتجة تصل إلى حوالي 6 أضعاف ارتفاع الجسم في القفزات العمودية ونصف عرض جسمها في القفزات الجانبية. بالتالي فإن حركة القفز قد تكون وسيلة فعالة للتنقل بسرعة وسهولة حول العقبات. الصورة رقم 2 تبين طريقة عمل الروبوت وأجزائه. ويعقب نيكولاس بارتلت المؤلف الأول لورقة البحث وطالب دراسات عليا في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: الشيء الرائع هو أن الروبوتات اللينة تصلح لسوء المعاملة، وأضاف: التدرج في صلابة مواد الروبوت تسمح له أن يصمد تحت تأثير العشرات من عمليات الهبوط وعملية الاحتراق المطلوبة للقفز، ونتيجة لذلك فإن الروبوت لا يظهر المتانة فحسب، ولكن يمكنه التحرك بسرعة أكبر بكثير من الروبوتات اللينة التقليدية. إن قدرة الروبوت على القفز وليونة جسمه وحركته ستكون مؤثرة جدا في البيئات القاسية والغير متوقعة أو في حالات الكوارث، حيث ستكون تلك العوامل مهمة لبقاء الروبوت يعمل بعد السقوط الكبير وغيره من التطورات غير المتوقعة. ويقول وود: الروبوتات اللينة فرع جديد نسبياً، والطباعة ثلاثية الأبعاد تضيف ذخيرة من الأشياء التي يمكن القيام بها بطريقة عملية حقاً. وفي النهاية نعود لنؤكد أن هذا التصميم الجديد يوضح الإمكانيات الكبيرة للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال الروبوتات اللينة، من زيادة الإنتاجية وتوفير المال إلى إمكانية التكرار وسرعة الطباعة. بينما الطرق التقليدية في تصنيع قوالب مخصصة والتجميع متعدد الخطوات مكلفة وبطيئة، فهل برأيكم سيكون هذا الروبوت مدخلاً إلى عالم الروبوتات اللينة وطباعة الروبوتات بالطابعات ثلاثية الأبعاد؟ لرؤية طريقة عمل الروبوت تابعوا مقطع الفيديو التالي.